الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: والخامس الحلق أو التقصير، أي أن الركن الخامس من أركان الحج الحلق، وهو إزالة الشعر بالموسى، أو التقصير وهو أن يقص بعض الشعرات. الشرح: الخامس من أركان الحج الحلق أو التقصير، والحلق هو استئصال الشعر بالموسى، والتقصير أن يؤخذ منه شيء قليل أو كثير من غير استئصال، ففعل أحد هذين فرض من فروض الحج، يعني أنه ركن ولا يتم الحج إلا به. والواجب إزالة ثلاث شعرات بالقص أو النتف أو الحرق أو أي كيفية أخرى، لكن استعمال الطريقة التي فيها ضرر لا يجوز. ووقت إجزاء الحلق والتقصير من النصف الثاني من ليلة العيد، يعني بعد منتصف ليلة العيد يدخل وقت الحلق أو التقصير. وقبل ذلك حرام أن ينتف الحاج شعرة واحدة من شعر بدنه. والتقصير جائز للنساء كما هو جائز للرجال، لكن الحلق بالموسى حرام على المرأة إلا لضرورة. وقال بعضهم: مكروه إذا لم يكن لعذر. وورد أن للحالق بكل شعرة سقطت من رأسه نورا يوم القيامة. ثم إن الحلق أو التقصير يسن أن يكون في يوم النحر، والأفضل بعد طلوع الشمس وقبل طواف الركن والسعي. ويسن البداءة بيمين رأس المحلوق ومقدمه، واستقبال القبلة والتكبير بعد الانتهاء من الحلق أو التقصير، وحلق جميعه للذكر وتقصير جميعه لغير الذكر. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج حلق شعره، ونادى أبا طلحة الأنصاري وقال له: اقسم بين الناس. دفع إليه نصف شعره، والنصف الآخر قال له: اقسم بين الناس، وزع بين الناس. فصار الصحابي يأخذ شعرة، والصحابي الآخر يأخذ شعرتين، وهكذا ليكون بركة دائمة بين المسلمين، كما هو الآن موجود شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجزاؤه مبارك، شعره مبارك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو شرع ذلك عليه الصلاة والسلام. فلا يقال ليس فيه بركة، أو لا يتبرك بالرسول، أو لا يتبرك بالصالحين. هذا الكلام فاسد. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري ومسلم كان الصحابة يتسابقون إلى ماء وضوئه، ولا يتركون قطرة تقع على الأرض، إنما يأخذونها بأيديهم، والصحابي الذي لم يصبه ذلك يمسح على من أصابه من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ثبت في الحديث الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها وضعت قارورة لما جاء الرسول بيتها واستلقى على سرير من جلد وصار ينزل منه العرق، فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: ما هذا يا أم سلمة؟ قالت: نرجو بركته لصبياننا. فقال لها: أصبت. فالرسول مبارك، وأجزاؤه مباركة، وريقه مبارك، وشعره مبارك، وعرقه عليه الصلاة والسلام مبارك. الله ينفعنا ببركات النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: السادس الترتيب في معظم الأركان. الشرح: إنما قيل الترتيب في الحج في معظم الأركان لأنه لا بد من تقديم الإحرام على الكل، وتأخير الطواف والحلق أو التقصير عن الوقوف. أما السعي فيجوز فعله قبل طواف الفرض
إن كان طاف طواف القدوم، يعني إذا جاء الحاج وطاف طواف القدوم يجوز بعد هذا الطواف أن يسعى سعي الفرض سعي الركن، ويجوز أن يسعى سعي الفرض سعي الركن بعد طواف الإفاضة، ويجوز تأخيره إلى ما بعد طواف الفرض. قال المؤلف رحمه الله: وهي أي هذه المذكورات من الأركان إلا الوقوف أركان للعمرة. الشرح: هذه الستة التي هي أركان الحج هي أركان العمرة إلا الوقوف بعرفة، فليس من أركان العمرة، بل ولا يشرع للعمرة الوقوف بعرفة. فإذا تلخص أن أركان العمرة خمسة: الإحرام أي النية، والطواف أي بالبيت، والسعي أي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير، والترتيب. فالترتيب هنا واجب في جميع أركان العمرة بخلاف الحج، ويكون بالابتداء بالإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير. ثم كل أركان الحج والعمرة تصح مع الحدث ومع النجاسة إلا الطواف، فهو فقط لا يجوز مع الحدث أي انتقاض الوضوء، ولا مع الجنابة، ولا مع الحيض، ولا مع النفاس، وكذلك لا يصح مع النجس. قال المؤلف رحمه الله: ولهذه الأركان فروض وشروط لا بد من مراعاتها، ويشترط للطواف قطع مسافة وهي من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 7 مرات، ومن شروطه ستر العورة والطهارة، وأن يجعل الكعبة عن يساره لا يستقبلها ولا يستدبرها. الشرح: أن لكل من الأركان فروضا، ككون الطوفات 7 أشواط، ويشترط لها شروط كالستر والطهارة من الحدثين والنجاسة، وكون الطواف في المسجد فلا بد من مراعاتها، لأنه لا يصح النسك إن فقد شيء منها. والفرق بين الفرض والشرط أن الفرض ما كان جزءا من النسك تتوقف عليه صحة النسك، وأما الشرط فهو ما ليس جزءا من النسك لكن تتوقف صحة النسك عليه.